من أرضية دان المراجر. انتهينا من المرحلة والجولة الأولى جولة السواع، بدينا الآن في الجولة الثانية وهي انطلاقة الجولة الثانية مخصصة للقاية البكار المحليات الأصايل. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط الشاهينية على المقدمة لسمو الشيخ عمر راشد آل مكتوم بقيادة مضمر عبد الله بن ذعيلب الهاجري. ننتقل إلى المركز الثاني. في المركز الثاني في هذه اللحظات السايح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر السعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث أرى اللي في المركز الثالث مزروعية لسمو الشيخ راشد بن حمد آل مكتوم بقيادة مضمر عتيج بن سالم بالعرطي المي. في المركز الرابع دجلة لهجن ند الشبة بقيادة مضمر سالم بن سعيد. ننتقل إلى المركز الخامس. وفي المركز الخامس دغشة في المركز الخامس بقيادة سعيد بن سالم. نشوف المركز السادس. وفي المركز السادس في هذه اللحظات احترام لهجن العاصفة بقيادة مضمر سعيد بن سالم. المركز السادس نعايم لسيدي صاحب الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة مضمر حمد بن خميس الغويص. وفي المركز السابع أرى الآن زعفور في المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. يا سلام زعفور لها قصة مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، مضمر أمها الذي خضت الخنجر على ميدان الوذبة واليوم يضمر بنته. يا سلام يا أبو حمد. ننتقل إلى المركز الثامن نشوف اللي في المركز الثامن. منصف المركز الثامن لسمو الشيخ زايد بالمربن مكتوم المجدوم بقيادة مضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز التاسع حملولة لهجن زعبيل بقيادة مضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز العاشر هنا اللي في المركز العاشر شديدة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذا أول ندى للمراكز العشر أوائل. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط. أرى زعفور غيرت من ذكرنا أمها وذكرنا تضمير مسري والإنجازات إنجازات أمها بدأت تغير وتندفع إلى المركز الأول لاعينها في المسابق. وفي هذه اللحظات تفاجئنا إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ننتقل إلى المركز الثاني. هملولة في المركز الثاني لهجن زعبيل بقيادة المضمر المتألق راشد بن محمد بن سعيد بمروشد. نشوف المركز الثالث هنا المزروعية قادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر عتيج بن العرطي الحميري. وفي المركز الرابع ظنون في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة مضمر سعيد بن سالم. وفي المركز الخامس احترام في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة مضمر سعيد بن سالم. المركز السادس منصة لسمو الشيخ زايد بالمربى المكتوم لكن ينخطف من هجن ند الشبا مياسة تخطف المركز السادس في هذه اللحظات بقيادة مضمر سالم بن سعيد. وفي المركز السابع منصف المركز السابع لسمو الشيخ زايد بالمربى المكتوم بقيادة المضمر علي عويسي 1200 تعديناهن بقيادة المزروعية غيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط. زعفور في المركز الثاني، المركز الثالث ظنون في المركز الثالث، يا سلام هملولة في المركز الرابع، المركز الخامس احترام أيضا ند الشباب تنضم إلى المعركة مع مياسة. لكن المزروعية على مقدمة هذا الشوط بدأت تدر بتوجيهات من مضمرها عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. يا سلام سعيد بن سالم قادم بشعار هجن العاصفة، هجن زعبيل قادمة مع المروشد، ند الشبا قادمة. يا سلام بغياب
قيادة سالم بن سعيد. دير بالك يا عتيد، الجماعة والإخوان المضمرين غادمين جايينك جايينك. يا سلام يا سلام، الحركة مطلوبة، الأوامر مطلوبة. مياسة مياسة الشكل، مياسة العود تغير وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط لهجن ند الشباب. تغير مياسة، مياسة الشكل، مياسة العود. يا سلام يا مياسة، مياسة وهي مياسة، مياسة الشكل، مياسة الأداء، مياسة العرض في هذا المساء، في هذا الحضور السامي من سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم. ها هي مياسة، سلام سلام عليك يا مياسة، سلام سلام عليك يا هجن ند الشباب. تهانينا لمالك ندش هجن ند الشباب سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المركز الثاني. المعية الشيخ رايد بن حمدان بن رايد المكتوم المركز الثالث لهجن العاصفة، وفي المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، وفي المركز الخامس لهملولة لهجن زعبيل. هذه النتيجة. ياهو شوط شاهدنا وتابعنا وياكم مجريات على الهواء بثا مباشر. مياسة الشكل، مياسة هجن ند الشبه تخطف المركز الأول في زمن وغدرة 6 دقائق 5 ثواني 13 جزء من الثانية. تهانينا لهجن ند الشبه، تهانينا للمضمر المبدع سالم بن سعيد والذي وصلت في المركز الثاني. نشوف المزروعية في المركز الثاني. ها هي المزروعية 6 دقائق 7 ثواني 23 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. تهانينا للمضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري والذي وصلت في المركز الثاني احترام 6 دقائق 8 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمضمر هجن العاصفة سعيد بن سالم. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المهرجان والختام.